تحيتهن للمنافسات الكبيرة والشديدة والقوية، وينطلق على بركة الله وتوفيقه شوطنا الرئيسي. ينطلق الشوط الأساسي، ينطلق شوط الأشواط، شوط كأس الثنايا. هذه لحظات جميلة، لحظات رائعة، لحظات تملأ النفس فخرا وعزا وابتهاجا. انطلق على بركة الله هذا الشوط، والمتابعون يتابعون، والأنظار تتجه إلى هذا الشوط. من يا ترى تحظى بكأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه في هذا المساء؟ من يا ترى ستسجل نصرا يضاف إلى نصرها، وفوزا يسجله التاريخ مع فوز قادم وفوز ماض؟ هنا تستمر هذه الهجن في تحقيق الانتصارات، وتستمر هذه الهجن في تحقيق التقدم دائما وأبدا. ونجوى، نجوى يا نجوى، هذه نجوى التي تناجي كأس الثنايا. فهل يا ترى تكون نجوى ممن يحظى بكأس الثنايا في هذا المساء؟ هناك أيضا نجوى في المركز الأول لهجن العاصفة والمضمر السيد حمد بن راشد بن غدير، وأيضا في المركز الثاني نجود لهجن العاصفة صاحبة كأس المرموم في المركز الثاني والمضمر السيد حمد بن راشد بن غدير الاشتبي، وفي المركز الثالث أيضا لهجن العاصفة. وفي المركز الثالث هذه لهجن العاصفة اسمها ندى، ندى 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 ندى، ومضمرها حمد بن راشد بن غدير الاشتبي. أما المركز الرابع فهو من نصيب العنود لهجن الرئاسة والمضمر الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي. وننتقل إلى المركز الخامس، واللي في المركز الخامس منحاف لهجن الرئاسة ومضمر منحاف السيد عيسى بن سعيد الخيالي. هذه الخمس اللوائل، هذه خمسنا وخمسنا فقط اللي بنتكلم عنها. الباقي يا حياها الله اللي بيدخل في الخمس، واللي يدخل في مدى الإذاعة وفي تغطيتنا الرئيس مفتوح، يا مرحبا. واليوم أقول لكم بأنه يوم الحسم، يوم الحسم ويوم السبق، يوم ليس ككل الأيام، يوم تنتظره الجماهير على أحر من الجمر على مدى الأيام. هذا اليوم يوم كأس الثنايا، كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، لا يأتي في كل مرة إلا في السنة مرة واحدة، أي أنه يحصل على شرفه مرة في العام من يأتي إلى هنا. هنا في المركز الأول لا زالت نجوى، نجوى يا نجوى، أناجيك يا نجوى بأن تستمري. نجوى لهجن العاصفة في المركز الأول وبدون منافس إلى هذه اللحظات، المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. وهنا نجود في المركز الثاني وهي أيضا لهجن العاصفة والمضمر حمد بن راشد بن غدير الكتبي. والمركز الثالث من نصيب ندى أيضا في المركز الثالث لهجن العاصفة والمضمر حمد بن راشد بن غدير، سيطرة ثلاثية على المراكز الثلاثة الأولى. هنا في المركز الرابع وصلت منحاف الخطيرة جدا، منحاف لهجن الرئاسة المضمر عيسى بن سعيد الخيالي. وأقول لك يا عيسى ما يحتاج، ما يحتاج يا عيسى، خلي أعصابك باردة وخلي أعصابك باردة. وفي المركز الخامس هذه العنود لهجن الرئاسة وسعيد بن شطيط الوهيبي الشاطر اللي ضمر العنود، هي اللي في المركز الخامس. وهناك يا اخواني لم يحصل تغيير، لا زالت نجوى هي المسيطرة، لا زالت نجوى هي المنفردة، لا زالت نجوى هي التي تهوى، تهوى المركز الاول لحد هذه اللحظات لهجن العاصفة والمضمر حمد بن راشد بن غدير الواثق. والمركز الثاني نجود لهجن
ابن العاصفة والمضمر حمد بن راشد بن غدير، والمركز الثالث ندى لهجن العاصفة والمضمر حمد بن راشد بن غدير. يا سلام، وصلت الآن من حاف المركز الرابع لهجن الرئاسة المضمر عيسى بن سعيد الخيري، وهنا في المركز الخامس اللي هي العنود لهجن الرئاسة والمضمر السيد سعيد بن شطيط الوهيبي. 3 كيلو انتهينا منها وباقي 5 كيلو، والخمسة كيلو مسافة طويلة ولكن ليست على السبوق تعتبر طويلة. السبوق دائما تهوى المسافات الطويلة، السبوق راعية العزم وراعية الناموس وراعية السجلات وراعية المنافسات، دائما لا تهتم بالمنافسات في المسافات الطويلة ولا في المسافات القصيرة. ولا زالت نجوى، نجوى هي التي انطلقت راس، وهي لا زالت لحد هذه اللحظات راس، وما زالت تقدم الإبداع وتقدم هذا العرض الجيد في يوم النزاع، وهي تهوى الصراع لأنها على الفوز لديها قوة ذراع. هذه في المركز الأول نجوى، نجوى لهجن العاصفة مسيطرة منذ البداية، مسيطرة منذ الانطلاق، ومضمن طبعا نجوى لهجن العاصفة مضمن السيد حمد بن راشد بن غدير الكتبي. وهنا نجود، نجواء ونجود وعرض، عرض كبير، وأنا أقول الله يحميهن من عين الحسود. نجواء ونجود حماهن الله من عين الحسود، هن اللي في المركز الأول وهن اللي بدون منافس على الإطلاق ينافسن رواحن، وهكنهن لهجن العاصفة ومضمرهن حمد بن راشد بن غلي الكتبي. المركز الثالث من نصيب ندى، وندى أيضا لهجن العاصفة والمضمر السيد حمد بن راشد بن غدير الكتبي. من حاف المركز الرابع لهجن الرئاسة المضمر السيد عيسى بن سعيد الخيالي. وهنا في المركز الخامس كما تشاهدون العنود لهجن الرئاسة والمضمر السيد سعيد بن شطيط الوهيبي، والنتائج كما هي منذ تقريبا أكثر من 3 كيلو، كل حد ماسك منصبه وماسك موقعه وماسك كرسيه، وأربعة كيلو خلصنا منها وباقي 4 كيلو. 4 كيلو وينك يلي بتطمش؟ تعال تعال ومتع عيونك وناظريك، متع قلبك فؤادك، مطلع متع يوفك وأحشاك بهذا المنظر الجميل، المنظر الرائع، منظر السبق، منظر التنافس، منظر الحقيقة جميل للغاية. هنا لقطة من الجانب الآخر، المخرج أيضا يبدع، والمخرج أيضا يتفنن في اللقطات، لأن الشيء الحقيقة يحمسك ويشجعك ويخليك تبدع في اللقطات وتبدع في الإخراج وتبدع في الإذاعة وتبدع أيضا في التمتع بالنظر. نجوى ونجود لا زلنا في المركز الأول، ثنتين لهجن العاصفة مضمرهن حمد بن راشد بن غدير الواثق، هو اللي في المركز، هي اللي في المركز الأول. حصل تغيير الآن ولا ما حصل؟ حصل ما حصل؟ ما حصل، لا زالت نجوى وهي نجوى. نشوف المركز الثالث، والمركز الثالث من هجن العاصفة أيضا واسمها ندى، وهي ندى وهي لحظات سوف يكون فيها لفوزها صدى. نعم سيتردد اسمها اللي بتاخذ المركز الأول واللي بتسيطر على المركز الأول، سيتردد اسمها في الآفاق وسيكون لتردد اسمها صدى وسمعة. وهنا هنا في المركز الرابع اللي فيه منحاف لهجن الرئاسة عيسى بن سعيد الخيالي يضمرها، هذه لحظات المركز الرابع. أما المركز الخامس ففي المركز الخامس العنود لهجن الرئاسة، والعنود خطيرة سوف تتقدم وتبدل موقعها. العنود لهجن الرئاسة ومضمرها سعيد بن شطيط الوهيبي، بدت المسافة تقرب وبدن يقربن من بعضهن البعض، وبدأ الحماس يظهر ويظهر، ولكن حماسهن سوف يكون هناك في المركز في الشو في ال في, ال في الكيلو في الكيلو الأخير. سوف تفتح السماعات وسوف تصدر الأوامر وسوف يكون هناك بعد ذلك شيء، سيكون شيء خطير. إن وراء الأكمة ما وراءها،
ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هكذا تعودنا على سباقات الهجن. في الكيلو الأخير تظهر البراعة، تظهر الشطارة، يظهر كل شيء. هناك هناك عند كيلو الحسم، عند كيلو الصراع، عند كيلو عدم الرحمة. أنا أسمي الكيلو الأخير دائما كيلو عدم الرحمة. ما في حد يرحم حد، كل حد يبالفوز الفوز ويبالناموس. ولا زالت لا زالت الأمور كما هي. يا أيها الإخوة، يا أيها المشاهدون، يا أيها المتابعون، يا إخواني في الإمارات جميعا، يا أيها الناظرون لهذه السباقات الجميلة في الوطن العربي الكبير، لا زالت نجوى مسيطرة، نجوى متقدمة منذ البداية. قامت رأس ولا زالت لحد هذه اللحظات وهي في الرأس وهي في المقدمة. يا سلام، الله الله على هالعروض من الثنتين، من نجوى ونجود. ونزلت ولا زلت اقول ادعو الله ان يحميهن من عين الحسود. عروض جيده وجميله ورائعه من الثنتين لهجن العاصفه والمضمر حمد بن راشد بن غدير الكتبي. وهنا في المركز الثالث وصلت الان اللي هي منحاف، اللي قلت لكم خطيره، اللي تشكل خطوره، اللي ممكن انها تشكل خطوره. ولا زالت لا زالت الأمور لم تحسم، لم تحسم لهذه اللحظات. كيلو ونص، كيلو ونص يلي تسمعني، كيلو ونص يلمضمر، كيلو ونص يلمتابع، كيلو ونص يلمشاهد. وتحسم الأمور بعد ذلك، وننتقل إلى مرحلة تسليم الكاس، واللي بتأخذ الكاس اللي بتوصل إلى خط النهاية اللي هي في المركز الأول. لا زالت نجوى، لا زالت نجوى، لا زالت نجوى تناجي. تناجي ويش؟ تناجي بريق الكاس. تناجي ويش؟ تناجي الناموس. تناجي ويش؟ تناجي الذهب. تناجي ويش؟ تناجي الشرف. الله 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 يا نجوى، الله يا نجوى، الله يا نجود، الله يا نجوى، الله يا نجود. الثنتين ملكهن يعود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم طبعا، وهن هجن العاصفة، هجن العاصفة. المضمر حمد بن راشد بن غدير الكتبي الواثق. والمسافة، المسافة، المسافة صارت بعيدة بين المركز الثاني والمركز الثالث. ووصلت من منحاف، منحاف يا منحاف، اتحركي يا منحاف، سيري يا منحاف. الله الله، اعلنت التهديد منحاف. الله الله، اعلنت التهديد منحاف. ولكن هنا، هنا حصل التحرك، هنا حصل الانطلاق، هنا ما شاء الله تبارك الله انفك الحبل من جديد، اتحرك من جديد. نجود غيرت، نجود سيطرت، نجود في المركز الاول. ونجوى، نجوى، نجوى يا نجوى، الله يا نجوى، الله يا نجوى. الجماهير تطالب بفوز نجوى، أنا أطالب بفوز نجوى، الكل يطالب بفوز نجوى. هذه الجميلة، هذه الجميلة، هذه الرائعة، هذه الحكمة. الله 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 الله. شوف المعركة بين الثنتين، بين نجوى ونجود، بين نجوى ونجود. يا السلام يا واثق، يا سلام، والله اني احبها يا اخواني. الله والله اني اغار عليها، اغار عليك من نظري ومني ومنك ومن مكانك والزماني. فلو اني خباتك في عيوني الى يوم القيامة ما كفاني. يا سلام، هذه نجوى في المركز الاول لهجن العاصفة، انضمرها حمد بن راشد بن غير الكتبي. المركز الثاني نجود لهجن العاصفة، انضمرها السيد حمد بن راشد بن غدي الكتبي. من حاف المركز الثالث لهجن الرئاسة، انضمرها عيسى بن سعيد الغيالي. الرابعة ندى لهجن العاصفة، انضمرها السيد حمد بن راشد بن غدير الكتبي. واللي خذت المركز الخامس العنود لهجن الرئاسة، ومضمر العنود السيد سعيد بن شطيط الوهيبي. هذه هي النتائج كاملة. وهنا سوف نعود إليكم وبالتوقيت الزمني، التوقيت الزمني سوف نشاهده بالنسبة لنجوى. نجوى يا نجوى، يا من حركت المشاعر، نجوى يا من اقتنصت هذه الفرصة الثمينة،
نجوى في المركز الاول لهجم العاصفه المضمر السيد حمد بن راشد بن غدير. التوقيت 12:46، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز نجوى بالمركز الأول. أيضا التهاني تتكرر بالنسبة للمركز الثاني، واللي خذت المركز الثاني اللي هي نجود قطعت المسافة ب 12:47، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا للمضمر السيد حمد بن راشد بن غدير الكتبي. أما اللي خذت المركز الثالث فهي منحاف لهجن الرئاسة وقطعت المسافة ب 12:56، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا كذلك.